Here
فاليوم يوم القيامة فلا تلألأ أيها الشعوب، لأن الفصح هو فصح الرب، وذلك لأن المسيح إلهنا قد أجازنا من الموت إلى الحياة ومن الأرض إلى السماء. نحن المنشدين ناشد النصر والظفر. المجد لقيامتك المقدسة يا رب، لننقي حواسنا حتى نعين المسيح سطيعا كالبر لنور القيامة الذي لا يبنى منه، ونسمعه σανάτων πατήσας και τη δεν τεθνήμας η ζωή χαρισάμενον. Τον πατώνα Ιησού μην αγκόμπρι και με σώπατο φακόλα قيامتك المقدسة يا رب، إن البرايا بأسرها قد استعادت الآن نورا السماء والأرض وما تحت السراء. والمعيد إذن الخليقة لقيامة المسيح التي بها تشددت. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الدهرين آمين. أيها المسيح المخلص، إننا أمس قد دفنا معك واليوم نكون معك بكريمتك، أمس قد صلبنا معك وأنت مجدنا معك في ملكوتك. مسيح قام من بين الأموات ووطي الموت بالموت ووهب الحياة للذين في القبور. مسيح قام من بين الأموات ووطي الموت بالموت ووهب الحياة للذين في القبور. قال ومنحنا الحياة
والسلام. المجد لقيامتك المقدسة يا رب، إن فصحان المسيح بما أنه فاتح المستودع البتول قد استبان ذكرا، وبما أنه بشر قد سمي حملا، وبما أنه منزه عن الدنس قد دعي لا عيب فيه، وبما أنه إله قد سمي تاما. المجد للأب والابن والروح القدس، إن المسيح الذي هو إكليل السنة المبارك منا قد ذبح عن الكل الأموات ووطئ الموت بالموت ووهب الحياة للذين في القبور. المسيح قام من بين الأموات ووطئ الموت بالموت ووهب الحياة للذين في القبور. Son. Oh.
المقدسة يارا. أيها المسيح إن المكبلين في سلاسل الجحيم لما لاحظوا إفراط تحننك الذي لا يوصف تسارعوا نحو النور بأقدام متهللة عاقدين في إصحى الأبدية. المجد للأب والابن والروح القدس الآن وكل آوان وإلى دهر الداهرين آمين. لنتقدمن حاملين المصابيح للمسيح البارز من الرمس كأننا حاملوها إلى ختن ولنعيدن مع المراتب المحبين التعييد لفصح إلهنا الخلاص. المسيح قام من بين الأموات ووضي الموت للموت ووهب الحياة للذين في القبور. المسيح قام من بين الأموات ووضي الموت للموت ووهب الحياة للذين في القبور. لقد قام يسوع من القبر كما سبق فقال ومنحنا حياة أبدية والرحمة العظمى. حقت الأمخال الدهرية المثبتة الضبيطة المعتقل وفي اليوم الثالث برزت ناهضا من القبر كما برز يونان من الحوت. المجد لقيامتك المقدسة يا رب أيها المسيح يا من لم يفسد الله قلبه في القبور. مسيح قام من بين الأموات ووقي الموت بالموت ووهب الحياة للذين في القبور. وقد قام يسوع من قبرك
السلام. يا من لا يموت إلا أنك درست قوة الجحيم وكنت غالباً أيها المسيح الإله، وللنسوة حاملات الطيب كنت فرحنا، ولرسلك وهبت السلام يا مانح الواقعين القيام. واقعين القيام إن الشمس الكائنة قبل الشمس لما غاب وقفاً ما في الرأس سبق النحو الصبح بنات حاملات طيوبا يبتغينهم كابتغاء النهار هاتفات بعضهن لبعض هلم بنا يا حبايب للرب خلنا بمنظور جسم حامل الحياة دفينا جسد مقيما لآدم الساقط الطليع في الطريق هيا بنا مجدات لنبادلن كالمجوس متسارعات ولنخلن ساجدات ونقدمن طيوبا كمثل هداياهم لمن هو ليس ملفوفا بعظمات بل مدروجا في سبات ونذر لا يحال الهاتف صارخات يا سيدنا استيقظ ناهضا يا مانح الواقعين القيام. واقعين القيام في هذا اليوم نقيم تذكار ابونا ابوينا القديسين انوفليوس وبطرس الذي كان من جبهه المقدس نفسوس فبشفاعتهما ايها المسيح اللهم ارحمنا وخلصنا امين. وفي هذا اليوم نودع عيد قيامة ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح المحيي. إن المسيح وحده انحدر لمحاربة الجحيم متنازلا فصعد لأخذ غنائم الظفر جزيرة ثالبا فله المجد والعزة إلى أبد الدهور آمين. إذ قد رأينا قيامة المسيح فلنجد الرب القدوس يسوع البريء من الخطأ وحده. لصليبك أيها المسيح نجد ولقيامتك المقدسة نسبح ونمجد، لأنك أنت هو إلهنا وآخر سواك لا نعرف واسمك يسمي. هلما يا معشر المؤمنين نسجد لقيامة المسيح المقدسة لأن هو ذا بالصليب قد أتى الفرح لكل العالم. نبارك الرب في كل حين ونسبح قيامته لأنه إذا احتمل الصلب من أجلنا بالموت للموت أبادا وحطم. فقد قام يسوع من القبر كما سبق فقال ومنحنا حياة أبدية والرحمة والمغفرة. لقد قام يسوع من القبر كما سبق فقال ومنحنا حياة أبدية والرحمة العظمى. لقد قام يسوع من القبر كما سبق فقال ومنحنا حياة أبدية والرحمة العظمى. إن الذي أنقذ الفتية من الأتون لما صار إنسانا تألم كماري وبيلامي سبل الميت جمال عدم الفساد فاني به لا بين المبارك والمماشد وحدا. المجد لقيامتك المقدسة يا رب أيها المسيح. إن النسوة المتألهة الباب هو النار قد بادرنا إليك بطيوبهن والذي كنا يلتمسنه كمائت وهن بكيات قد سجدنا له إلها حيا وهن فرحات وبشرنا تلاميذك بالفصح السري. المجد لله والابن والروح القدوس إننا معيدون لإمامة الموت ولهدم الجحيم ولبكورة عيشة أخرى أبدية مهللين ومسبحين من هو الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين. بالحق
حقيقة ما أشرف هذه الليلة الخلاصية المتلألئة وأجل عيدها، لأنها المنبئة بنهار القيامة المضيء الذي فيه أشرق للكل من القبر جسمانيا النور المنزه عن الزمان. المسيح قام من بين الأموات ووقي الموت بالموت وواب الحياة للذين في القبور. المسيح قام من بين الأموات ووطئ الموت بالموت ووهب الحياة للذين في القبور. وقد قام يسوع من القبر كما صدق صدقا ومنح الحياة الأبدية والرحمة العظمى. عصير الكرمة الجديد الذي للفرح الإلهي مسبحينه بما أنه الإله مدى اللدان. المجد للأب والابن والروح القدوس يصير يوم فعيا حافظك باستغاثة وطوري لأنه هو بلدك قد تولد إليك كان نسبح ونبارك ونشهد للرب، إن هذا اليوم المدعو والمقدس الذي هو أول السبت وملكها وسيدها، إنما هو عيد الأعياد وموسم المواسم الذي فيه نبارك المسيح إلى اللدى. المسيح قام من بين الأموات ووطئ الموت بالموت ووهب الحياة للذين في القبور. قد قام يسوع
وافق عليك، افرح الآن وتهلل يا صيون، وأنت يا والدة الإله النقية اطربي بقيامة ولدك. فضل يا رب المسيح رب الحياة، فالله بين الفضل في يوم الثالث يا مسالك الذين لان من فقد اطلق عليك افرح يا المسيح فصح جديد وذبيحة حية، حمل الله الرفيع خطيئة العالم، يا ما أشرف يا ما أحب يا ما ألذ نغمتك أيها المسيح، لأنك قد وعدتنا وعدا صادقا بأنك تكون الذي نحن المؤمنين نعتصم به كمرساة لرجائنا، فنبتهج متهللين. اليوم الخليقة أجمع تبتهج وتفرح، لأن المسيح قد ظلم وجحيم قد صبي، يا ما أشرف يا ما المجد للآب والابن والروح القدس. عظمي يا نفسي عزة اللاهوت المثلث الأقانيم غير المنقسم، أيها المسيح الفصح الأجل الأمثل، يا حكمة الله وكلمته وقوته، أنعم علينا أن نساهمك بأوفر حقيقة في نهار ملكك الذي لا يغرب أبدا. أيتها العذراء النقية افرحي، وأيضا أقول افرحي، لأن ابنك قد قام من القبر في اليوم الثالث. استنيري استنيري يا أورشليم الجديدة، لأن مجد الرب قد أشرق عليك، افرح الآن وتهلل يا صيون، وأنت يا والدة الإله النقية اطربي بقيامة ولدك. المسيح قام من بين الأموات ووطئ الموت بالموت، ووهب الحياة للذين في القبور.
المسيح قام من بين الأموات ووطئ الموت بالموت ووهب الحياة للذين في القبور. Thank you.
يسبحوا بصنوج التهليل كلنا سامع فلتسبح الرب أيها المسيح إننا نسبحك ممجدين تنازلك اللائق بالله يا من ولد من البتول ولم ينفصل عن حمد الأب وتألم كإنسان واحتمل الصلب طوعا وانبعث من الرمس واردا كما من خضر لكي يخلص العالم يا رب المجد لك ليقم الله ويتبدل جميع كما يذوب الشمع من أمام وجه النار هلما من المنظر أيتها النسوة البشيرات وخطبنا صهيون قائلات اقبلي منا بشائر الفرح بقيامة المسيح يا أورشليم مشاهدتك المسيح ملكك بارزا من القبر كختان كذلك تغلب الخطايا
نسجد ونركع لملكنا وإلهنا، هلموا نسجد ونركع للمسيح ملكنا وإلهنا، هلموا نسجد ونركع للمسيح، هذا هو ملكنا وربنا وإلهنا. باركي يا نفس الرب. أيها الرب إلهي، لقد عظمت جدا، الاعتراف وعظم الجلال لبست. أنت المتسربل بالنور كالثوب، الباسط السماء كالخيمة، المسقف بالمياه علاليه، الجاعل السحاب مركبة له، الماشي على أجنحة الرياح، الصانع ملائكته أرواحا وخدامه لهيب نار، المؤسس الأرض على استيطاقها فلا تتزعزع إلى دهر الداهرين، رداؤه المجد كالثوب، على الجبال تقف المياه، من انتهالك تهرب ومن صوت رعدك تجزع، ترتفع الجبال وتنخفض البقاع إلى الموضع الذي أسست لها، جعلت لها حدا فلا تتعداه ولا ترجع فتغطي الأرض، أنت المرسل العيون في الشعاب، في وسط الجبال تعبر المياه، تسقي كل وحوش الرياض، تقبل حمير الوحش عند عطشها، عليها طيور السماء تسكن، من بين الصخور تغرد بأصواتها، أنت الذي يسقي الجبال من عناليه، من ثمرة أعمالك تشبع الأرض، أنت الذي ينبت العشب للبهائم والخضرة لخدمة البشر، ليخرج خبزا من الأرض والخمر تفرح قلب الإنسان، يبتهج الوجه بالزيت والخبز يشدد قلب الإنسان، تروى أشجار الغاب، أرض لبنان التي غرستها، هناك تعشعش العصافير ومسكن الهيرود يتقدمها، الجبال العالية للآيال والصخور ملجأ للأرانب، صنع القمر للأوقات والشمس عرفت غروبها، جعل الظلمة فكان ليل فيه تعبر جميع وحوش الغاب، أشبال تزأر لتخطف وتلتمس من الله طعامها، أشرقت الشمس فاجتمعت وفي صيرها ربضت، يخرج الإنسان إلى عمله وإلى خدمته حتى المساء، ما أعظم أعمالك يا رب كلها بحكمة صنعت، قد امتلأت الأرض من خليقتك، هذا البحر الكبير الواسع هناك دبابات لا عدد لها، حيوانات صغار مع كبار، هناك تجري السفن، هذا التنين الذي خلقته يلعب فيه، وكلها إياك تترجى لتعطيها طعامها في حينه، وإذا أنت أعطيتها جمعت، تفتح يدك فيمتلئ الكل خيرا، تصرف وجهك فيضطربون، تنزع أرواحهم فيفنون، وإلى ترابهم يرجعون، ترسل روحك فيخلقون، وتجدد الأرض وجه الأرض، يكن مجد الرب إلى الدهر، يفرح الرب بأعماله، الذي ينظر إلى الأرض فيجعلها ترتعد، ويمص الجبال فتدخن، أسبح الرب في حياتي، وأرتل لله ما دمت موجودا، يلذ له تأملي، وأنا أفرح بالرب، لتبد الخطأة من الأرض والأثمة حتى لا يوجد فيها، باركي يا نفس الرب، الشمس عرفت غروبها، جعلت الظلمة فكان ليل، ما أعظم أعمالك يا رب كلها بحكمة صنعت. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الدائرين، أمين. هللويا هللويا هللويا، المجدك يا الله، هللويا هللويا هللويا، المجدك يا الله، هللويا هللويا هللويا، المجدك يا الله، يا إلهنا ورجاءنا لك المجد. Thank you.
الشرف يتعلل بعلل الخطايا. لأن رحمتك صالحة المجد لك من انفجار الصبح إلى الليل.
فليتكل إسرائيل على الرب. إذ قد رأينا في الجبال المقدسة ارتفاعك أيها المسيح يا شعاع مجد الآب، ونسبح شكل طلعتك المنيرة ومجدين صعودك المجيد، فارحمنا. لأن من الرب الرحمة منه النجاة الكثيرة، وهو ينجي إسرائيل من كل أثام. إذ قد رأينا في الجبال المقدسة ارتقائك أيها المسيح يا شعاع مجد الآب، نسبح شكل طلعتك المنيرة، نشهد لآلامك ونكرم قيامتك ممجدين صعودك الشريف، فارحمنا. سبح الرب يا جميع الأمم وامدحوه يا سائر الشعوب. أيها المسيح الرب الواهب الحياة، إن رسلا رأوك مرتفعا في السحب امتلأوا عبوسة وناحوا بعبرات ونحب قائلين: أيها السيد لا تغادرنا يتامى نحن عبيدك الذين أحببتنا، لكن أرسل روحك لكل يكفهم حسب وعدك لينير نفوسنا. لأن رحمته قد قويت علينا وحق الرب يدوم إلى الدار. يا رب، لما أتممت سير تدبيرك أخذت تلاميذك وصعدت إلى جبل الزيتون وعبرت جلد السماء، فيا من أجلي تمسكنا مثلي وارتقى إلى حيث لم يخلى منه، أرسل روحك الكلي قدسه لينير نفوسنا. المجد لأبي ولابني والروح القدس أنا كل وإلى دهر الدهر آمين. يا يسوع
تقرأ في هذه العشية المقدسة ثلاث قراءات. القراءة الأولى من نبوءة أشعياء النبي: هذه الأقوال يقولها الرب، إنه سيكون في الأيام الأخيرة جبل الرب ظاهراً وبيت الرب على قمم الجبال، ويستعلي فوق أعلى التلال، ويجيء إليه كل الأمم، وتسير إليه شعوب كثيرة، ويقولون: تعالوا نصعد إلى جبل الرب وإلى منزل إله يعقوب، فيخبرنا بطرقه ونسلك فيها. القراءة الثانية من نبوة أشعياء النبي: هذه الأقوال يقولها الرب، اذهبوا واعبروا في أبوابي، عدوا الطريق ومهدوها، وطرقوا لشعبي، واحذفوا الحجارة من الطريق، ارفعوا العلامة للأمم، ها هو الرب قد أبدع شيئا مسموعا إلى كل أقاصي الأرض، قولوا لابنتي صهيون: ها هو مخلصك قد جاء، وأجرته معه وعمله قدام وجهه، ويدعوه شعبا مقدسا قد افتداه ربه، وأنت تدعين مدينة مبتغاة، وما تدعين مدينة مهملة، من هو هذا الوارد من أدوم، وحمرة ثيابه من فصور، هذا بهي في حلته يهتف بقوة كثيرة، وأنا أفاوض عدلا وأنصافا خلاصيا، ما بال ثيابك حمرا وملابسك كأن لونها من تدوس معصرة ملاء مداسة، قد دست وحدي معصرة مفردا لم يوجد معي إنسان من الأمم، ذكرت رحمة الرب فأذكر أفضال الرب وتسبيحته على كل من كافانا، الرب قاض صالح لآل إسرائيل، يسوق إلينا نظير رحمته وعلى حدوة كثرة عدله، وقال: أليس شعبي هم أولادي، فما يشحدون، وصار لهم خلاص من كل ضفعتهم، ليس شفيع ولا ملاك، لكن الرب نفسه خلصهم لأجل حبه إياهم وأشفاقه عليهم، فداهم وعضدهم وعلاهم كل أيام دهنهم. القراءة الثالثة من نبوة زكريا النبي: هذه الأقوال يقولها ربنا، ها يوم الرب يوافي، وتقف قدامه في ذلك اليوم على طور الزيتون المقابل أورشليم من جهة مشارق الشمس، وفي ذلك اليوم يخرج ماء حي من أورشليم يكون نصفه إلى البحر الأول ونصفه إلى البحر الأخير، ويكون على هذه الحال في الصيف وفي الربيع، ويكون الرب ملكا على الأرض كلها. في ذلك اليوم يكون ربنا واحد وأسمه واحدا، محيطا بكل الأرض كافة، والكفر من غافاو إلى رهمون في شمال أورشليم، ويتعالى ويبقى في المكان باب بنيامين إلى مكان الباب الأول إلى باب غمور إلى برج غنماهيل إلى برج الزوايا إلى معاصر الملك، ويسكنون فيها، ولن تكون لعنة أيضا، وتسكن أورشليم بثقة وطمأنينة، والسبح لله دائما. يا رب ارحم يا رب ارحم.
كيري إليسون كيري إليسون. يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم. يا رب ارحم يا رب ارحم. بغير خطيئة. مبارك أنت يا رب إله أبائنا، مسبح ومجد اسمك إلى الأبد، أمين. لتكن يا رب رحمتك علينا كمثل اتكال عليك. مبارك أنت يا رب علمنا وصاياك. مبارك أنت يا سيد فهمنا حقوقك. مبارك أنت يا قدوس أمرنا بعدلك. يا رب رحمتك إلى الأبد، وعن أعمال يديك لا تعرض. لك ينبغي المديح، لك يليق التسبيح، لك يجب المجد، أيها الآب والابن والروح القدس، الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين، أمين. لك يا رب.
جوارحك وتألمت بالجسد يا إلهنا، وقمت من بين الأموات ووطئت الموت وارتقيت بمجد يا مالئ الكل، وأرسلت إلينا الروح الإلهي لنسبح لاهوتك ممجدين. يا جميع الأمم صفقوا بالأيدي أيها المسيح، إن القوات لما شاهدوا ارتقاءك من جبل الزيتون هتف بعضهم لبعض قائلين: من هو هذا؟ فقيل لهم: هذا هو العزيز القوي، هذا هو المقتدر في الحروب، هذا هو بالحقيقة ملك المجد، فما بال ثيابه حمراء؟ لأنه يأتي من فصور أعمى الجسد. وأما أنت فبما أنك إله جلست عن يمين العظمة وأرسلت إلينا الروح القدس لكي يرشدنا ويخلص نفوسنا، صعد الله بتهليل: أيها المسيح، إنك ارتقيت بمجد من جبل الزيتون بإزاء تلاميذك، وجلست عن يمين الآب يا ملئ الكل بلاهوتك، وأرسلت لهم الروح القدس المنير والمشدد والمقدس نفوسنا. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين، أمين. صعد الله بتهليل الرب بصوت البوق ليرفع صورة آدم الساقطة ويبعث الروح المعزي ليقدس نفوسنا. الآن تطلق عبدك يا أيها السيد على حسب قولك بسلامك، فأن عليك ضبط رطاء خلاصة الذي علمت أمام كل الشعوب دورا لاستعلاء ومجد لشعبك إسرائيل. قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الذي لا يموت ارحمنا. قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الذي لا يموت ارحمنا. قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الذي لا يموت ارحمنا. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين، أمين. أيها الثالوث القدوس ارحمنا، يا رب اغفر خطايانا، يا سيد تجاوز عن سيئاتنا، يا قدوس اطلع واشفي أمراضنا من أجل اسمك، يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين، أمين. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمه، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الجوهري أعطنا اليوم، واترك لنا ما علينا كما نترك نحن لمن لنا عليه، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير. Amen.